وإن تعجب اعجب من قول هؤلاء الذين يقولون إيش إلى متى تتكلم عن شرك وتوحيد شرك. يا ناس الشرك خفي، الشرك منتشر، الشرك خطير، لماذا لا نتكلم فيه؟ لماذا لا نكرر؟ لماذا لا نحذر ونحذر؟ وخطورته إلى هذه الدرجة، ومنه ما هو خفي خفاء شديدا جدا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخفى من دبيب النمل على صفات، يعني على صخرة، صفات ملساء سوداء في ظلمة الليل. الله أكبر، نسأل الله يعافينا وإياكم. طيب، قال الشارح في حديث قال يعني للتخلص من أن تقول إيش؟ اللهم نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، اللي هو الشرك الظاهر، وأستغفرك لما لا أعلم.